رجعوا ساهموا معنا انهم يجيوا يقدموا المساعدات رغم هذا الشيء كامل اللي واقع، انهم ضحوا بالوقت ديالهم، ضحوا بالمجهودات ديالهم، كيضحوا بارواحهم بحياتهم. جميع قطاعات الصحه كنبغيو نقولوا لهم نيابه على مدينه العريش وعلى شباب علينا العمده والعريش ككل، كنوجهوا لهم الشكر الكبير وكنقولوا لهم حنا شكرا لكم بزاف، حنا فخورين لكم بهذه الخدمه وبهذا العمل التطوعي اللي كتديروه رغم المخاطر اللي كتواجهكم. كنقولوا لهم شكرا لكم وشكرا لقطاع الصحه ككل وجميع فعاليات اللي خدامه سواء المدنيه او الامن او اي جهه كتساهم في انك نحد من هذا الانتشار ديال هذا الوباء وهذه الجائحه. كنقول لهم شكرا لكم وحنا فخورين بكم كساكنات مدينه العريش.